السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، خارطة تكشف حالة الاستنفار العسكري بمحيط اليمن، وإلى التفاصيل. نشرت صنعاء اليوم الثلاثاء خارطة جديدة توضح حجم الاستنفار لدى حلفاء الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة تأهبا لهجوم يمني، وتظهر الخارطة حجم التأهب في صفوف القوات الأمريكية في قواعدها بالمنطقة وحلفائها. وأرفق عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد الصورة بتعليق يتحدث فيه بأن التأهب والاستنفار والذعر من الرد اليمني ليس مكسورا فقط على الاحتلال الإسرائيلي، بل حتى على حلفائه في المنطقة. وتكشف الصورة حجم الانتشار العسكري على طول البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط. وتشمل حالة الاستنفار تأهبا بحريا وجويا وبريا، إضافة إلى قوات مشتركة، وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة حالة تأهب من هذا النوع منذ بدء طوفان الأقصى وحتى العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وتشير هذه التطورات إلى حجم المخاوف من الرد اليمني على العدوان الإسرائيلي الأخير على الحديدة. وتجري اليمن وفق تصريحات سابقة لمسؤولين ترتيبات لرد طويل الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه هي الخريطة، وهنا على سبيل المثال تشاهدون سفن تبع التحالف الأمريكي البريطاني، وهنا كما تلاحظون سفن، وهنا في البحر الأبيض المتوسط سفن، وهنا في السعودية منظومة باتريوت أعتقد، وهنا أيضا منظومة باتريوت، وهنا أيضا هذه كلها في السعودية، وهنا في الأردن كما تلاحظون، وهنا في الكويت وفي الخليج العربي. يعني حلقت الدنيا، وهذا كله خشية من الرد اليمني على العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.